قصص عامة. أتمنى إني تسبر وألعب مع زملائي وأصحابي. بدمتكم رجلي أسألكم بالله. اسمي صقر علي حمد حميضة، عمري 16. وقع الحرب في حصون حقنا في البلاد، فزحنا للجو. وقع ما وقع وشرد الألغام وانقطعت رجلي. أثرت حياتي، ما عاد صرت عاد جيت المدرسة جيت درست. أتمنى أرجع أدرس مثل ما كان من أول، وأتمنى كل شيء يرجع مكانه. أتمنى أن أكون مهندس، بسبب أني أدرس أتعلم العلم وأفهم. حسبي الله عليهم بس، بسرعه يعني سببوا جميع الأطفال وجميع النساوين لما أنتوا. ما من واحد شلها المرة.